احنا منطقة المشادة قرب بيت السيد توحي. نحن صارنا من الأحداث لحد الآن منظمات ماكو. غير منظمات ولا خيرين؟ ولا خيرين يجون عن طريق الفاروق مكاوي ما حد يجينا. عوائلنا كلتها بيوت إيجار أمورة تعبانة. ويوميا يمكن مرتين ثلاثة يستلمون. مشادة ماكو، مختار ماكو، خيري ما يجون هنا. كل فاروق ميدان بابا طب المشادة ما يفوتون نهائيا. نحن نرجو من الحكومة، نرجو من الخيرين، نرجو من المنظمات الإنسانية يراجعون على مناطق المشاهدة. أمور كلها تعبانة، الشباب هنا كثير بطالة، صاحبين عوائل بيوت إيجار. نرجو من الحكومة يعني تجي تساعد هاي المنطقة. ليش منظمات ما تجي؟ تجي بس تروح بغير مكانات المساعدات، تروح على الشيخ الفتحي، تروح على الفاروق، بس هاي المنطقة ينبي سيد توحي ما حد يصلها. يعني من المسؤول عنه ما نعرف. أروح تقول لهم أنتم ما تابعين لنا، لمن تابعين؟ يعني لا منظمات ولا خيرين. ماكو ماكو، يجي شوية ينطل كم بيت يعرفوهم. الماء محتاج ما ينطل، محتاج ما ينطل ولا يدقون بابه. يعني هسه احنا بيوتنا إيجار ما يجون يدقون بابنا ولا ينطون. احنا منطقة المشاهدة يجون على ناس وناس، بيت ينطو وبيت ما ينطو، بيت عنده راتب تقاعد ينطو، والماء عنده ما ينطو. هنا ثلاث ارباع ايجار وعمال وبينت عليهم، قل له التزم بحظر التجوال، يقول لك ما عندي، انا اريد اطلع اشتغل ما عندي. عالم تجي توزع ياخذوه على مناطق الفوق ويعوفون هاي المنطقة. هاي المنطقة تصوروا لهذا الفرع كله ما ماخذ. هاي اللي هو سنتين على الحالة ومشكورين. ما لا يجون بس على ناس وناس، أهل التقاعد ينطوهم، أهل هذا رواتب ينطوهم، عوائل متعففة ما ينطوهم، ما ينطوهم، ما ينطوهم. هاي صوروا لهذا الفرع كله ما حد يجي يمه. هاي اللي هو سنتين يا أبو الحوامين يا أم بسيت توحي.